جاتني شكوى من سكان عشوائية المعبد اليهودي في المعادي والبساتين، 52 أسرة بأولادهم وأحفادهم عايشين في أوضة واحدة بالمقابر. الأهالي دول بيعانوا من انتشار الأمراض وعدم وجود مياه وكهرباء. رئيس حي البساتين نزل معانا عشان خاطر يشوف حل لمشاكل هؤلاء الناس. تعالوا نشوف مشاكل الناس في منطقة المعبد اليهودي عايشين إزاي، ونشوف الحكومة هتحل لهم المشكلة إزاي إذا حلوها يعني. معي 4 عيال وقاعدين في اوضه انا وهو، ومحتاجين اي شقه نقعد فيها. احنا قاعدين هنا خايفين حشرات وكل حاجه وقرف، وقاعدين هنا مفيش، مش لاقيين، كل حاجه غاليه وكل حاجه مولعه. يعني ما ينفعش ان انتوا تهدوا وتسيبونا قاعدين كده مفيش شقه نقعد فيها. قاعدين هنا بقالنا اكتر من 30 سنه، وزي ما انت شايفه كده ولا نور ولا ميه ولا اي حاجه، واحنا عايزين مكان احسن من كده على اساس ان بس ايه يعني العيشه تبقى، لان مش عارفين نعيش بصراحه كده. احنا قاعدين هنا بقالنا كتير جدا، واخد بالك؟ طبعا العماله دي طبعا اهانه والكلام ده كل الناس الغلابه اللي احنا ما حدش حاسس بينا يعني. فاحنا عايزين نحل بصراحه، مش هينفع كده. انا طالب ايه من الدوله؟ طالب ان احنا نعيش، مش طالبين حاجه. احنا طالبين فيلا ولا طالبين طياره؟ طالبين نعيش زي الناس بس نعيش، انما احنا اولادنا احنا معدومين، احنا اولادنا هنا قاعدين بقالنا 50 سنه ولا 70 سنه، وجوزي كان من قبليه وابو جوزي كان من قبليه، واحنا دلوقتي ما فيش اي مشاكل، بس احنا عاوزين حته نظيفه نقعد فيها شقه، اللي احنا عاوزين. مشاكلنا يعني دي زي ما انت شايفه، قاعدين هنا قاعدين من 80 واحنا قاعدين هنا، زي ما انت ديت وشوف الوضع زي ما هو. معايا بنتين ومعايا 4 صبيان، 3 متجوزين 3 لسه، وانا قاعده هنا بقى زي ما انت شايفه المنطقه. طلبتنا ان احنا ناخد مكان نضيف نقعد فيه، بس ادي اللي احنا عايزين. انا ارجو من الحكومه اللي هي تشوف لنا معيشه كويسه ومكان كويس يليق بينا، ويهتموا بينا شويه، ان احنا عايشين من هنا من زمان ومتجوزين ومعانا اطفال وكده، واحنا يعني مش عاجبنا العيشه، ولا عندنا ولا نور ولا عندنا ميه ولا مرافق ولا في اي حاجه هنا. فارجو ان هم يشوفوا لنا حل بس. المنطقه دي منطقه ارض مخصصه تبع شركه النصر للاسكان والتعمير، في جزء تم بناؤه بتراخيص، والجزء اللي فاضل ده اللي حضراتكم شفتوا المباني عبارة عن اوض، ومنذ اكتر من 25 سنة الناس جم استوطنوا ببناء بعض الغرف العشوائية بدون مرافق بدون تخطيط. هي يعتبر تعدي بالبناء على مسطح اخضر، مكان مخصص كحديقة، واحنا بالنسبة لنا واخدين جميع اجراءاتنا القانونية، وهم دلوقتي زي ما طبعا حضراتكم كنتوا معانا، الناس طالبه بتقنين وضعها او ايجاد مأوى. احنا باذن الله هنرفع للمسؤولين ومعالي الوزير المحافظ مذكره بحصر شامل للمنطقه اللي احنا حاليا على قدم الوثائق. السيد الوزير المحافظ بيعمل جاهدا على ازالتها وتسكين قانتيها بالايواء العاجل او باسكان بديل. فقرة الحالات المرضية، الحالة اللي عندنا النهاردة لسهام مصطفى 29 سنة، أول ما اتجوزت كانت حامل والطفل مات، والدكاترة قالوا لها أن الطفل مات عشان هي عندها عيب خلق